فين بقى الدكاترة؟ فين الأخصائيين؟ فين الاستشاريين؟ ليه مش موجودين في مستشفى سيوة العام؟ أقول لك مش موجودين عشان مفيش سكن آدمي، مفيش سكن خالص. السكن اللي هو فوقينا على طول دلوقتي ده، السكن ده كان اصلا اوض عمليات، كان المفروض ان هو كل الاوض دي كانت اوض عمليات او غرف عنايه مركزه. اللي حصل ان كان فيه هيبقى مبنى تاني هيتعمل سكن للاطباء، المبنى ده ما تنفذش مع ان كان جزء من الميزانيه كانت مخصصه لي، ما تنفذش المبنى ده. فبالتالي اوض العمليات بما ان ما فيش عمليات بتتعمل اتخذ كله بقى سكن للدكاتره، فسعادتك الدكاتره كلهم بيناموا على ترابيزات عمليات. دي اوضه السكن، في زميلي نايم فيها اهو. بس اوريك بس التواليت مثلا شايفه عامل ازاي لو عرفت تدخل. هو التواليت بس كده. ده المفروض سكن الاطباء. ده سكن الاطباء. شايف الستاره دي احنا اللي جايبينها عشان تعرفوا تناموا طبعا. عشان لو شلتها تشوف النور. بتقول لي ان كان في ميزانيه لسكن الاطباء، يعني الاطباء هيتبنى لهم سكن بميزانيه منفصله، ده ما اتعملش ليه؟ ما اتعملش بقى ليه؟ ده انا ما اعرفش، انا ما كنتش موجود ساعتها لان المستشفى دي بقى لها 5 6 سنين، بس انا بقالي هنا 3 شهور بس. يعني الميزانيه دي راحت فين؟ الله اعلم، انا ما اعرفش. الاسانسيرات دي مش شغاله؟ لا. ايه هو السلم ده حضرتك كده قايل للسقوط؟ معرفش قايل للسقوط ولا لا، بس هو المنظر بقى ده ايه؟ ده منظر السلم هنا في مستشفى سيوة المركزي. بالظبط. بس شايف الحاجات دي المفروض تبقى معقمه، واخد بالك؟ تمام. ودي الثلاجه المفروض بيتحط فيها الادويه والحاجات بتاعت العمليات. بص انت زي ما انت شايف انت ممكن تخش تاخد الحاجه اللي انت عايزها يعني. محدش هيكلمك. دي غرفه العمليات نفسها؟ هي دي غرفه العمليات نفسها. طبعا التكييف ده بايظ. مش بايظ، شغال بس ضعيف. تمام. ودي اوضه العمليات. طبعا انت زي ما انت شايف الايكويبمنت دي كلها غاليه فشخ عشان تبقى دي حلوه جدا. بس امتى بتشتغل؟ بتشتغل كام مره في السنه؟ طب ليه الغرفه دي او الايكويبمنتس او الادوات دي مش شغاله؟ مفيش دكتور تخدير اصلا. مثلا دكتور النساء هنا مثلا ده معاه دبلومه نساء ودبلومه تخدير، ولا بيشتغل نساء ولا تخدير. دي تاني اوضه عمليات، وفي واحده ثالثه زيها. اللي ما تعرفوش بقى ان اوضه العمليات الاولانيه اصلا ما بتشتغلش، فقالوا نعمل ثلاثه بقى عشان ايه ما يشتغلوش كلهم مع بعض. دي اجهزه انعاش وحضانات للاطفال المبتسرين. ده تكلفة الجهاز الواحد بيبقى تقريبا مش اقل من 200,000 جنيه. في عندنا هنا 6 بس ما فيش اللي يشغلهم. 6 يعني 1,200,000. يعني تمن جهاز الواحد للاطفال المبتسرين 200,000 جنيه، عندنا 6 اجهزة ب1,200,000. ولا واحد فيهم شغال. ولا واحد فيهم شغال. عشان ما فيش دكتور الاطفال اللي يشغلها. ولا التمريض المؤهل ولا حاجات كتيرة يعني. طب جابوهم ليه اساسا؟ معرفش، زي ما جابوا جهاز الأشعة بتاع الأشعة المقطعية اللي تحت، هو برضه مش بيستخدم. تمام، ألف شكر لحضرتك.